صلاه الاسر يا مولانا؟ اليوم احنا بنحسب الاسر ونعم الاسر. الاسر الجمعه الجايه هتقولي اكون وضحت المبالغ بتاعتهم في بنك فيصل، هديكم رقم الايداع كل قاصر يوم الجمعه الجايه تيجوا تاخدوا الحساب بتاعهم. ورثة كمال فارس فلوس الطفلة؟ أخذ ورثة كمال فارس. ورثة كمال فارس. طيب ورثة خالد محمد. خالد محمد محمد. خالد هنا كده؟ خالد محمد. الحاجه وفيه ولا حاجه ايه؟ اراضيه. اتفضلي. ميرفت فين؟ ميرفت حاله وضع. حاله وضع ميرفت. دي حاله وضع محمد السيد. انا في توكيل بس خليه مع الحاجه دلوقتي لغايه ما نشوف الموضوع. طيب خلاص خليهم على الاسره. هات المدخل. لا في حاجه من الاطفال يا شيخ. فين يا شاهد؟ الاطفال موجودين مع والدتهم. ما بقى هم مستفيدين. ورثة أحمد فتحي عامر. ورثة أحمد فتحي فرج. فين أحمد فتحي؟ أحمد فتحي. هم واحد منهم. أنت سهى؟ فين سهى؟ سلوى؟ سلوى؟ حضرتك سلوى؟ فين الأستاذ نجلاء؟ نجلاء فين؟ نجلاء حضرتك؟ اتفضلي. أستاذة سهى؟ اتفضلي. غيروا الزي بتاع رمضان مبارك ولا ده. إيه؟ أسامة ولا سامي ولا إيه؟ سامي. سامية؟ سامية مش مسافرة بس جاية الأسبوع الجاي. أستاذنا بسام؟ اتفضل. دي مسافرة يا مولانا. شكرا يا عم الشيخ. تعالى عشان تحط الفانوس. تعال. مصحف. دكتورة. قول له شكرا يا عم الشيخ. سيد صادق عليكم السلام. انت رضا؟ رضا. اتفضلي. سيد نعمة؟ ايوه اتفضلي. في شيء تعالى بقى ما تلاقيش. سيد نعمة ايه؟ سيد ورقة ماهر سلامة نصار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا شباب. السلام عليكم. وصل الاسبوع الجاي ان شاء الله يكون حاضر ويجيب الرقم بتاع الدعم. كل واحد هياخد رقم الاداء بتاعه زي الموضوع منطقي في الف جنيه اللي هو في المنطقه يعني. محمد. السلام عليكم. جمعه. محمد عبد الرازق جمعه. محمد عبد الرازق جمعه. فين الأستاذة وحيدة والأستاذة رشا؟ أستاذة قاعدين.
أستاذة وحيدة وأستاذة رشا. فين حد وحيدة؟ أستاذة رشا؟ استنى. غريب عبد العال احمد عبد العال السيد غريب عبد العال السيد موجود بسرعة بعد منه يحيى عيد محمد يحيى عيد محمد في مهد مهد ورث الغريب عبد العال السيد يا ريت يعني اسر الشهداء تقرب مننا كده عشان يبقى في سرعه كويس يا ريت اسر الشهداء تقرب اللي انا يحيى عيد محمد وبعديه ياسر حسني عبد الله ياسر حسني عبد الله يجاهد نفسه بعدين محمد شريف احمد محمد شريف اللي جاي من السلام على جد سلام على جد ده ياسر خلاص يحيى عيد ما خلاص 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 خدت الشيء بتاعي يحيى عيد وزع ياسر حسني عبد الله فين مروه لحد مروه؟ نعم سميره؟ معرفش انا سميره حد سميره معايا منى و مروه فين؟ فين مروه؟ ما جاتش يا حاج ياسر حسني كده؟ اه القصة معايا لا القصة الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي الحاجة يحط اللي تحت يعني حاطه في البنك وتغلب القصة في البنك الجمعة الجاية تيجي تاخد القصة اه وانا وصية على العيال يعني ان شاء الله هذا يوم الجمعة الجاية محمد شعلان وبعديه سعيد محمود حسني يا سعيد السلام عليكم السلام يا حسن يا مروه طيب هذا كل حاجه ام نظيره الدكتور والجمعه الجايه ان شاء الله تيجي ده الاصاله كان حكوم في البنك محمد تعالى ايوه سعيد محمود حسن وبعدين سعيد رمضان علي
بالظبط. انت بقى تاخد تاخد ده؟ خد يا زياد بسمله. ده صفية؟ صفية زي الأسر 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 هنا يعني؟ محمد رضا بعد التأسيس معلش يعني